الصيف على هالإحساس أطربتنا. حمائي بمرحلة المواجهة قلت ليوسف إنك تسلطنت بصوته. طبعاً. كيف كان تأثير أدائه عليك الليلة؟ أنا الأول بس عايز أقول يوسف مبروك السوبر. بما إنك أنت زملكاوي وأنا أهلاوي، أنتوا كسبتونا في السوبر، مبروك. ماشي. النهاردة كمان مبروك على أدائك على المسرح. يوسف أنت صوت مصري أصيل. عندك كل التفاصيل الحلوة اللي في المغنى المصري موجودة في صوتك. عندك قوة صوت، وعندك إحساس، وعندك تكنيك مميز، وعندك مزيكا كتير جوه دماغك يعني، وحسيتها في الموال يعني، أنت في الموال مرتاح وعمال تغير براحتك وأدائك ثابت وجميل. أنا اتبسطت جدا جدا باللي أنت عملته النهاردة، وبرافو. شكرا حمائي، شكرا يوسف.